أهلا فيكم حبايبي برج القوس، راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية. القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس، يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج القوس ممكن تحس إن بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو منطبقة على طاقتك. مثل دائما طبعا خذ المفيد من القراءة، خذ فقط الأشياء الإيجابية اللي ممكن تستفيد منها من القراءة، واترك الأشياء اللي تحسه ما بينطبق عليك، لأن القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع، فخذ منها فقط اللي بيفيدك. قبل ما نبلش بالقراءة رح ناخذ كروت توضيحية، وبعدين رح نشوف شو طاقتك، طاقة الحبيب الحالية، شو خطواته ونواياه، وشو مصير العلاقة بينكم بالمستقبل عشان تفهم الوضع أحسن. طيب رح نبلش بطاقتك أول يا برج القوس. بالنسبة لطاقتك الحالية يا برج القوس، عم شوف أنت عم تفكر بشخص معين، شخص بالماضي، عم تفكر بخسارة من نوع ما، أو في عندك حدا بحياتك عم تعتبره توأم أو رفيق درب أو توأم روح، وعم بتكين إليه كتير من المشاعر. عم شوفك أوراقك الثلاثة هدول أوراق مائية أو أوراق عاطفية بتخص العاطفة، فأنت في شخص بحياتك حاليا عم تفكر كتير فيه، وعم شوف إنه في حدا بدك، يعني ممكن مش بدك تقدم له عرض حب، ولكن بدك يكون في من بينك وبين هالشخص علاقة. أيضا عم تحس بشوي من خيبة الأمل، لأنه عم تحس إنك عم تشتغل على علاقة مع هالشخص، ولكن مش عم تعود عليك بالنتيجة اللي بدك إياها بوقت سريع. عم تفكر بالجانب السلبي أكثر من الإيجابي، وعم شوفك حزين، حزين لشأن شخص ما، في عندك شخص انت حزين مشانه. عم تفكر بالماضي، ممكن تكون عم تفكر بأكس او عم تفكر بعلاقة كانت بينك وبين الشريك، ولكن لسبب ما نجحت العلاقة. ولكن عم شوف طاقتك حاليا يا برج القوس كتير عم تفكر بالشخص اللي انت عم تتعامل معه. بدنا نشوف طاقة الحبيب، طاقة الشريك. الحبيب اللي عم تتعامل معه فري سبيريتد، او ما بيحب حدا يتحكم فيه، ما بيحب حدا يسيطر عليه دائما، او انت بتحس انه هو بيتغير بسرعة، او دائما بيتحرك بسرعة، الأمور معه مش واضحة تماما، أنت بتحس الأمور متقلبة مع هالشخص، ما بتتحرك بالنتيجة اللي أنت بدك إياها، لأنه مرة بتكون الأمور بينكم إيجابية ومنيحة، ومرات بتكون سلبية، أو بتكون الطاقة بينكم متوقفة والتفاهم بينكم صعب. عم شوف هو الحبيب في عقله الباطني السبب اللي ممكن ما خلى الأمور تنجح بينكم، إنه هالشخص عم شوفه
family oriented أو كتير بيهتم بالعائلة، فهو عم يفكر، هو بمطرح بحياته عم يفكر بتكون أسرة، لأنه عندك turn of cups الشخص بده يكون أسرة. أيضا عم نشوفه بالعقل الباطني عنده يعني شخص emotionally mature أو عاطفيا ناضج هالشخص. عم نشوف أيضا هو ما بيحب إن الأمور بينكم أيضا مش واضحة، مش فقط أنت ما بتحب إن الأمور بينكم مش واضحة، لأنه بيشوف هالشخص إنه أنت شوي متلاعب. هون Seven of Swords الشخص بيشوفك بعقله الباطن، بيشوفك بتخبي عليه أو ما بتحكي لإله الصدق. في أشياء هو بيشوف بحياتك أو فيك أنت غير واضحة، وهالإشي ممكن يكون مخوفه من إنه هو بده ارتباط والتزام أكتر من برج القوس. عم شوف برج القوس برغم إنه مشاعرك كتير صادقة تجاه الشخص، إلا إنه أنت كمان ما بتحب حدا يربطك أو حدا يحطك في بوكس معين أو مطرح معين. وأنا عم شوف إنه هو الهدف النهائي لهالشخص أو الجول تبعه إنه هو بده يكون أسرة، وغالبياً بده منك التزام، بمعنى انه البعض منكم برج القوس هالشخص بده التزام، بمعنى مش فقط علاقة، بمعنى يعني ارتباط رسمي اللي هو ممكن يكون خطوبة او ممكن يكون زواج. فممكن يكون العلاقة شوي ملخبطة بينكم، لانه هو بده يرتبط اسرع منك أو في وقت أسرع منك. طيب نشوف شو ممكن تكون سبب المشاكل بينكم أو واحد من أسباب المشاكل بينكم، وكيف ممكن تفهم الوضع بينك لحتى تحله. عندك هون entrapment، يعني في أنت وهو إن طاقتكم مشتركة، عم تحسوا إنه أنتوا محطوطين في صندوق أو مطرح معين انت وهو ما بدكم اياه. في شخص كتير عفوي منكم وبيحب يخلي الامور تيجي بسهولة، او يعني مثل ما الله بيريد. وفي شخص بيحب الامور تكون كتير مدروسة، او بيحب يمشي على نمط معين. فانت رح يعني انت بيختلف الوضع من شخص الى اخر، بس انت رح تشوف انه مين هو الشخص اللي هو شوي عفوي اكتر بالعلاقة او ما بده التزام جدي حاليا، عم يعني يشوف انه هو مش مستعد الى التزام جدي. وفي طرف بده التزام جدي، بده نمط معين يمشي عليه، ايضا بده يحس انه في نهاية العلاقة راح توصل لإلها، لأنه 10 of wands يعني في تكملة لإشي معين، وهو بده يشوف إنه العلاقة تكون إلها نهاية. أيضا في طرف منكم مع إنه حاول يتواصل مع الشخص الآخر بطريقة روحانية، ولكن الطرف الآخر رافض فكرة الحب، أو رافض يتقبل منه عرض، أو رافض التواصل معه. عم شوف البداية بينكم اللي كنتوا بتريدوها ما نجحت، في صار كنتوا رح تبدوا ببداية، البعض منكم كنتوا رح تبدوا في بداية جديدة، أو حصل في بينكم فترة خاصمتوا فيها مثلا، كنتوا بدكم تبدأوا بداية جديدة ولكن فشلت، لأنه عم شوف إنه في طرف ترك العلاقة أو مشى في طريق لوحده من أجل إنه يحصل على بداية جديدة بالعاطفة،
وبما انه اجت بطاقتكم هاي فصار في عندكم خلل بانه تبدا العلاقه مره اخرى، لانه في طرف رافض فكره الحب لانه عم يشوف انه الطريق ما في له نهايه او ما في خط واحد او ما في ارتباط من نوع زواج او خطوبه او ارتباط رسمي، لأنه عم شوف في طرف بده ارتباط وفي طرف بده شوي ياخد الأمور ببساطة أو بده يتمهل أكتر بأخذ الأمور. طيب لما نشوف طاقتك أنت في المستقبل أو شو عم تفكر في، عندك letting go، فأنت رح تترك شخص أو رح تترك تفكير معين بحياتك أنت عم تشوف إنه بطل يفيدك. في أيضا عندك Three of Swords with the Magician with the Empress، فطاقتك بالمستقبل طاقة كتير عم شوف أفضل، لأنه أنت عم شوفك أيضا إذا أنت زعلان من هالشخص أو إذا أنت مجروح من هالشخص، عم شوف إنه أنت مستعد إنه تترك اللي صار بالماضي وتخليه يعني بالماضي، إنك تتركه بالماضي، لأنه عندك Three of Swords. Three of Swords بترمز إلى إنه أنت يعني كان في جرح عاطفي من هالشخص، انجرحت من هالشخص، الشخص هاد زعلك، ولكن عم شوف إنه أنت مستعد تترك بعض الأمور أو بعض المنازعات الجدالات اللي صارت بينك وبين هالشخص تتركها بالماضي. عم شوفك أيضا عم تحاول توفق بين شيئين بحياتك، عم تحاول توفق بين ممكن شخصين، ممكن عم تحاول توفق بين العاطفة والعمل، لأنه ممكن إذا برج القوس مش أنت اللي بدك الارتباط، ممكن أنت ما بدك ارتباط لأنك ممكن مركز على الوضع المادي كتير، أو عم تفكر حاليا بكيف تكون نفسك من الناحية المادية أول، بالذات إذا مثلا رجل برج القوس رجل عم يتابع ممكن يكون غير مستعد إلى الارتباط بعكس الشخص اللي عم تتعامل معه. أيضا بدي أحكي بالأبراج اللي ممكن عم تتعامل معها، ممكن تكون عم تتعامل مع أبراج مائية، أبراج ترابية، أبراج هوائية، بس بالأغلب في عندي أوراق مائية، فممكن الشخص اللي عم تتعامل معه كتير حساس أو في كتير مي بالخارطة الفلكية تبعته. أيضا خلينا نشوف خطوات الشريك بالمستقبل أو خطواته المستقبلية. soulmate، هالشخص عم يبحث عن رفيق الدرب أو عم يبحث عن شريك يخوض معه رحلته في الحياة، عم شوفه مقبل أو بده بداية عاطفية جديدة معك. عنده Ace of Cups، فهالشخص عم Queen of Cups أيضا، هالشخص عم يطمح إلى بداية جديدة معك. أيضا عم شوف هالشخص يرضى بالقليل، بمعنى إنه هو مش من النوع اللي متطلباته ممكن تكون كتيرة، مع إنه البعض منكم ممكن تفكر إنه هو أو ممكن تفكر إنه هو متطلباته كتيرة أو عم يطلب منك إشي كتيرة، ولكن هو عم يشوف إنه الإشي اللي كتير مركز عليه هو فقط شخص أو رفيق درب يكون معه، لأنه أغلب تفكيره تفكير عاطفي، فما عم شوف هالشخص بيهتم كتير بالمادة. ممكن يكون أيضا شخص روحاني اللي عم تتعامل معه، عم شوفه أكتر إشي يركز عليه أو مهتم فيه اللي هو طبيعة التواصل بينكم ومدى التزامك مع هالشخص.
مشاعرك تجاه الشخص، حقيقة مشاعرك تجاه الشخص. أيضا عم شوفه بالمستقبل بده بداية عفوية معك جديدة. أنا عم شوف إنه ممكن هو شخص كان في الماضي كتير جدي، أو أنت حسيت إنه كان كتير جدي، إنه إذا ما مشيت الأمور مثل ما هو بيريد بيفركش الوضع أو بيترك العلاقة. عم شوف إنه هو بالمستقبل رح يحاول ينظر إلى الأمور بطريقة شوي مش إيجابية، شوي فلكسبل أكتر أو مرنة أكتر من ناحية مدرته للعلاقة بينكم. عم شوفه أيضا بالمستقبل هالشخص عم ينتظر يسمع منك خبر، لأنه في عنده 3 أو 4، هالشخص عم يستنى رسالة منك، عم يستنى خبر منك، أو عم يستنى بداية جديدة معك. عم شوف هو